بنكمل كمان فانكشن. بدينا امبارح ببعض الفانكشنز، نطلع على هاي الفانكشن اللي هي ايش؟ واحد على اس بلس اي تربيع. ايش هذا السيستم؟ هذا عبارة عن واحد على اس سكوير بلس 2 اي اس، مش هيك؟ بلس اي سكوير. سكند اوردر ايش؟ كريتيكلي دام. بس ممكن نفكر فيه، اللي حكى مين حكى رام، نفكر بالريسبونس تبعهم، انه رام مضروبة في اكسبوننشال، مش الشيفت. الشيفت في ال الشيفت في التايم دومين ايش بيساوي بالفريكونسي دومين؟ اي تو ذا ماينس اي تو ذا بلس. بالحاله هاي راح تكون اي اس، فممكن افكر فيه بهاي الطريقه. هلا عندي اف اوف تي بتساوي تي اي تو ذا ماينس اي تي. هلا هو احنا منطقا لازم نحط عاده يو اوف تي، ايش يعني؟ انه هذا ما له قيمه قبل تايم زيرو، قيمته بعد تايم زيرو. اذا طلعنا عليه بهذا الشكل راح يكون هو عباره عن هي رام مضروب في اعطيني هذا الرسم. واف اوف اف اوف اس حكينا بيساوي واحد على اس بلس اي تربيع. هلا اذا اخذنا هون عندي اف n of t لهذا السيستم يساوي n of t محل t و e to the minus a n of t. فبصير عندي الان f of z يساوي sum من n بتساوي 0 ل infinity ل n t e to the minus n capital t z to the minus n، ويساوي اول تيرم راح يكون مضروب في 0، ثاني تيرم راح يكون تي اي تو ذا ماينس اي كابيتال تي زد تو ذا ماينس 1 زائد تي اي تو ذا ماينس 2 اي تي زد تو ذا ماينس 2. المفروض يكون عندي هون 2 مضبوط، زائد 3 تي اي تو ذا ماينس 3 اي تي زد تو ذا ماينس 3 الى اخره. هلا هاي التي بتطلع برا، هدول هون جوا، بصير عندي الترم اللي عم بضرب فيه كل مره اي تو ذا ماينس اي تي زد تو ذا ماينس 1 زائد 2 اي تو ذا ماينس 2 اي تي زد تو ذا ماينس 2. فار القيمه اللي بضرب فيها كل مره هي اي تو ذا ماينس اي تي زد تو ذا ماينس 1. فبصير السم تبع هاي السيريز، تذكروا امبارح انا لخبطنا شوي بالاي، بس ايه عمليا هي واحد. فبصير عندي هي ار على واحد ماينس ار تربيع في تي، عندي تي برا، جوا راح يكون ار اي تو ذا ماينس اي كابيتال تي زد تو ذا ماينس 1 واحد ماينس اي تو ذا ماينس اي تي زد تو ذا ماينس 1 كل هون تربيع. راح اضرب في زد سكوير واقسم على زد سكوير، زد سكوير في زد تو ذا ماينس 1 بتعطيني هاي، بتصير تي اي تو ذا ماينس اي تي زد. وزد سكوير اذا دخلت هون بتكون برا زد سكوير، جوا بتصير زد، فبتصير هاي مضروبه في زد وهاي ماينس اي تو ذا ماينس اي تي كل تربيع. صارت هاي الفانكشن في الزد دومين، هاي الفانكشن في الفريكونسي كومبلكس فريكونسي دومين، وهاي الفانكشن في تايم دومين. من التمام.